السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات برايمري 2، أهلا وسهلا بكم على قناتكم على اليوتيوب ذا ستريت لاين إن ماس. معاكم مستر إسلام، وده عاشر فيديو من منهج الترم الثاني. هنشرح خلال الفيديو ليسون 70 from chapter 1 which is speaking about add and subtract money word problems with regrouping. هنبدأ lesson 70 add and subtract money word problems with regrouping. lesson 70 هو مراجعة على آخر درسين درسناهم. الدرس عبارة عن 11 مسألة لفظية. أهم حاجة في بداية المسألة إن إحنا نحدد هل المسألة دي خاصة بالaddition ولا خاصة بالsubtraction، يعني هنأد ولا هنsubtract، هنجمع ولا هنطرح. هنعرف الجزئية دي من خلال الستوري. اوكي برايمري 2، اوكي ليتس ستارت. نمبر 1، احمد بوت ا بير اوف شوز فور 150 باوندز. احمد اشترى ا بير اوف شوز، اشتراهم بكام؟ 150 باوندز. اند ا تيشيرت فور 275 باوندز، واشترى كمان تيشيرت، اشترى بكام التيشيرت؟ 275 باوندز. هاو ماتش ماني ديد هي باي الريكوايرد، عايزين نعرف المبلغ اللي هو دفعه. المبلغ اللي هو دفعه هو تمن الشوز بلس تمن الايه؟ التيشيرت. يبقى في الحالة دي احنا هنستعمل ايه؟ هنستعمل الاديشن عشان نعرف اجمالي المبلغ اللي هو دفعه. هنصم التو برايسز، ال 150 باوندز اللي هو تمن الشوز، وال 275 باوندز اللي هو تمن الايه؟ تمن التيشيرت. اوكي؟ الريكويرد ان احنا عايزين نحل المسألة دي with regrouping، لكن احنا هنا هنحلها بالطريقتين، هنحلها without regrouping و with regrouping. هنبدأ ب without regrouping. في الحالة دي احنا هنصم ال once مع ال once، وال tens مع ال tens، وال hundreds مع ال hundreds. 0 plus 5 equals 5، هنرايت 5 في ال once. بعد كده هنبدأ نصم ال tens مع ال tens. 5 plus 7 equals 12، هنرايت ال 2 في ال 10s، هنعمل carry up لل 1 في ال 100s. دلوقتي أصبح عندنا في ال 100s 1 plus 1 plus 2، 1 plus 1 equals 2 plus 2 equals 4، يبقى equals 425 pounds. يبقى هو ده إجمالي المبلغ اللي أحمد دفعه عشان يشتري الشوز ويشتري الإيه؟ ويشتري التيشيرت. هنحل نفس البراكتس مرة تانية ولكن with regrouping عن طريق الـ place value money mat. 150 pounds plus 275 pounds equals what؟ الـ 150 pounds اللي هو تمن الشوز. هنبدأ نديكمبوز الـ 150 pounds على الـ money mat. في الـ hundreds place في 1، يبقى هندرو في الـ hundreds 100. في الـ tens place في 5، يبقى هندرو 5 tens في ال 10s 1 2 3 4 5. في ال 1s في 0، يبقى هنسيب ال 1s ايه؟ هنسيب ال 1s فاضي بلس 275. في ال 100s في 2، يبقى هندرو 200s 1 2. في ال 10s في 7، يبقى هندرو 7 10s 1 2 3 4 5 6 7. في ال 1s بليس في 5، يبقى هندرو 5 1s 1 2 3 4 5. بعد كده هنبدأ نجمع ال ones مع ال ones، وال tens مع ال tens، وال hundreds مع ال hundreds. 1 2 3 4 5، يبقى في ال ones في كام؟ في 5 ones، يبقى هنرايت 5 في ال ones. في ال tens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أول ما توصل لل 10 ما تكملش كاونت، على طول اعمل جروب. الجروب ده فيه 10 tens. بعد كده نبدأ نبدلهم بإيه؟ ب 100. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دلوقتي عايزين نعرف how many remaining tens. 1 2 في 2 tens، يبقى هنرايت 2 في tens. how many hundreds. 1 2 3 4، يبقى هنرايت 4 في hundreds، يبقى equals what؟ equals 425 pounds. هو ده اجمالي المبلغ
اللي أحمد دفعه عشان يشتري الشوز ويشتري التيشيرت. Number two, Dora has 635 pounds. دورا معاها 635 pounds. هو ده إجمالي المبلغ الموجود مع دورا. هي دي الميزانية الخاصة بدورا. She bought a new dress for 328 pounds. دورا اشترت فستان جديد. معنى إنها اشترت معناها إن إيه؟ أنفقت من المبلغ ده. معناها إن المبلغ ده قل. How much money remain with Dora؟ عايزين نعرف إجمالي المبلغ المتبقي مع دورا. يبقى في الحالة دي هنستعمل الإيه؟ هنستعمل السبتراكشن. هنسبتراكت تمن الفستان الجديد من إجمالي المبلغ الموجود مع دورا. هنحصل على المبلغ المتبقي مع دورا. أوكي؟ 635 pounds minus 328 pounds equals what؟ يبقى هنسبتراكت الونس من الونس والتنس من التنس والهندردز من الهندردز. أوكي؟ 5 minus 8 ينفع نسبتراكت 8 من ال 5؟ بالتأكيد ما ينفعش، لأن ال 8 أكبر من ال إيه؟ أكبر من ال 5. يبقى ال 5 هتعمل إيه؟ هتبرو من ال 3 1. يبقى ال 3 becomes 2 وال 5 becomes 15. أوكي؟ 15 minus 8 equals 7. 2 minus 2 equals 0. 6 minus 3 equals 3. يبقى equals 307 pounds. يبقى هو ده إجمالي المبلغ المتبقي مع دورة. هنحل نفس البراكتس مرة تانية ولكن by using the place value money math. 635 pounds minus 328 pounds equals what؟ في البداية هنبدأ نديكمبوز the 635 pounds على money math. في ال hundreds place في 6، يبقى هندرو 6 hundreds 1 2 3 4 5 6. في ال tens place في 3، يبقى هندرو 3 tens 1 2 3. في الونس بليس في 5، يبقى هندرو 5 ones 1 2 3 4 5. دلوقتي اصبح اجمالي المبلغ الموجود على الماني مات 635 pounds. عايزين نسبتراكت من المبلغ ده اللي موجود على الماني مات 328 pounds. What should I do؟ اعمل ايه؟ هسبتراكت 8 من الونس و2 من التنس و3 من الهندردز. اوكي، في الونس عندنا كام؟ 1 2 3 4 5. في 5 ونس، ينفع سبتراكت 8 من ال 5؟ بالتاكيد ما ينفعش. يبقى الونس هتعمل ايه؟ هتبرو من التنس 1 تنس. 1 تنس equals what؟ equals 10 ونس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دلوقتي اصبح عندي ونس كفاية أقدر أسبتراكت منهم 8، يبقى هنعمل كروس أوت على 8 ونس 1 2 3 4 5 6 7 8. دلوقتي عايزين نسبتراكت 2 تنس من التنس، يبقى هنعمل كروس أوت على 2 تنس 1 2. في الهندردز عايزين نسبتراكت 3 هندردز، يبقى هنعمل كروس أوت على 3 هندرد 1 2 3. دلوقتي عشان نعرف الأنسر هنعرف الـ remaining ones و remaining tens و remaining hundreds. okay، how many remaining ones؟ count with me 1 2 3 4 5 6 7 7 ones. يبقى هنرايت 7 في الـ ones. how many remaining tens؟ no remaining tens، مفيش tens موجودة لأن احنا عملنا عليهم كلهم cross out. يبقى ده معناه ان احنا هنرايت 0 في الـ tens. How many remaining hundreds؟ 1 2 3، يبقى هنرايت 3 في ال hundreds، يبقى equals 307 pounds. Number 3، Anna has 257 pounds. هو ده المبلغ اللي موجود مع Anna. هي دي الميزانية الخاصة بأنا. Her sister gave her 325 pounds. Her sister يعني أختها اللي هي أختها إلسا. give her أعطتها. أعطتها كام؟ 325 pounds. أوكي،
طب دلوقتي المبلغ اللي معانا زاد ولا قل؟ بالتأكيد المبلغ اللي معانا زاد لأن أختها أعطتها، يبقى المبلغ اللي معانا هيزيد. How much money does Anna have now؟ عايزين نعرف إجمالي المبلغ اللي موجود مع أنا now، يعني الآن، يعني بعد أما her sister give her 325 pounds. المبلغ اللي مع أنا زاد، يبقى هنستعمل الإيه؟ هنستعمل الأديشن، هنقاد المبلغ اللي موجود مع أنا في البداية اللي هو 257 pounds بلس إيه؟ بلس المبلغ اللي her sister give her، أوكي، اللي هو 325 pounds. هنصم الونس مع الونس والتنس مع التنس والهندرتس مع الهندرتس. هنبدأ في البداية نصم الونس مع الونس، 5 بلس 7 equals 12. هنرايت التو في الونس، هنعمل كاري اب للون في التنس. في التنس دلوقتي أصبح عندنا 1 بلس 5 بلس 2، 1 بلس 5 equals 6 بلس 2 equals 8، يبقى هنرايت 8 في التنس. في الهندرتس بليس 3 بلس 2، 3 بلس 2 equals 5، يبقى هنرايت 5 في الهندرز، يبقى equals 582 pounds. هو ده إجمالي المبلغ اللي أصبح موجود مع أنا بعد ما her sister give her 325 pounds. هنحل نفس البراكتس مرة تانية ولكن by using the place value money mat. في البداية هنبدأ نديكمبوز 257 pounds على الماني مات. في الهندرتس بليس في 2 يبقى هندرو 200، 1 2. في التنس بليس في 5 يبقى هندرو 5 تنس، 1 2 3 4 5. في الونس بليس في 7 يبقى هندرو 7 ونس، 1 2 3 4 5 6 7 بلس 325 باوندز. هنبدا نديكومبوز 325 باوندز على الماني مات. في الهندرتس بليس في 3 يبقى هندرو 300، 1 2 3. في التنس بليس في 2 يبقى هندرو 2 تنس، 1 2. في الونس بليس في 5 يبقى هندرو 5 ونس، 1 2 3 4 5. بعد كده هنبدأ نجمع الونس مع الونس والتنس مع التنس والهندرس مع الهندرس، اوكي. count with me 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أول ما توصل لل 10 على طول تعمل إيه؟ وقف الكاونت وابدأ اعمل جروب في 10 ones، تبدأ تستبدلهم ب 1 tens. بعد كده نشوف الـ remaining ones. How many remaining ones؟ 1 2، يبقى هنرايت 2 في الـ ones. How many tens؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tens، يبقى هنرايت 8 في التنس. How many hundreds؟ 1 2 3 4 5 يبقى هنرايت 5 في الهندرز، يبقى equals 582 pounds. number 4 باسم بوت a mobile for 763 pounds. يعني باسم اشترى الموبايل بكام؟ اشتراه ب 763 pounds. And bought a headphone for 150 pounds. واشترى كمان هيدفون، اشترى بكام؟ 150 pounds. How much money did Basim pay؟ عايزين نعرف إجمالي المبلغ اللي دفعه باسم. إجمالي المبلغ اللي دفعه باسم هو تمن الموبايل وتمن الهيدفون، يبقى هنصم الإيه؟ التو برايسز، يبقى هنستعمل الأديشن، يبقى هنقاد التو برايسز. 763 pounds اللي هو تمن الايه؟ الموبايل، بلس 150 pounds اللي هو تمن الهيدفون، اوكي. هنبدا نصم الونس مع الونس والتنس مع التنس والهندرس مع الهندرس. 3 بلس 0 equals 3، يبقى هنرايت 3 في الونس. 6 بلس 5 equals 11، يبقى هنرايت 1 في التنس وهنكاري اب 1 في الهندرس. 1 plus 7 plus 1. 1 plus 7 equals 8. 8 plus 1 equals 9. يبقى equals 913 pounds. يبقى هو ده إجمالي المبلغ اللي باسم دفعه علشان يشتري الموبايل ويشتري الهيدفون. أوكي؟
هنبدأ نحل نفس البراكتس مرة تانية ولكن by using the place value money made. في البداية هنبدأ نديكمبوز 763 pounds. في ال hundreds place في 7 يبقى هندرو 7 hundreds. 1 2 3 4 5 6 7. في ال tens place في 6 يبقى هندرو 6 tens. 1 2 3 4 5 6. في ال ones place في 3 يبقى هندرو 3 ones. 1 2 3. بعد كده هنبدأ نديكمبوز ال 150 pounds على الماني مات. في ال hundreds place في just 1 يبقى هندرو ايه 100. في ال tens place في 5 يبقى هندرو 5 tens. 1 2 3 4 5. في ال ones place في 0 يبقى هنسيب ال ايه هنسيب ال ones فاضي. بعد كده هنبدأ نصم ال ones مع ال ones وال tens مع ال tens وال hundreds مع ال hundreds. في ال ones 1 2 3 يبقى هنرايت 3 في ال ones. في ال tens how many tens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اول ما توصل لل 10 يبقى على طول تعمل ايه تعمل جروب في 10 tens تبدلهم ب 100 pounds. اوكي دلوقتي how many remaining tens just 1 يبقى هنرايت 1 في ال tens. How many hundreds? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. يبقى هنرايت 9 في الهندردز. يبقى equals 913 pounds. Number 5. Tony has 654 pounds. هو ده المبلغ اللي موجود مع توني. هو ده المبلغ اللي بيملكه توني. He spends 329 pounds in the toy store. هو بينفق ايه 329 pounds فين في متجر الالعاب. How much money does Tony have now? هو في البدايه كان معاه مبلغ انفق من المبلغ ده 329 pounds في متجر الالعاب. عايزين نعرف اجمالي المبلغ اللي موجود مع توني دلوقتي. بالتأكيد المبلغ اللي معطوني قل إن هو إيه أنفق من المبلغ ده اشترى بيه بعض الألعاب. يبقى في الحالة دي هنستعمل subtraction. هنسبتراكت المبلغ اللي هو اشترى بيه من إجمالي المبلغ اللي هو كان معاه. يبقى هنسبتراكت 329 pounds من إيه من 654 pounds. هنبدأ نسبتراكت الونس من الونس والتنس من التنس والهندردز من الهندردز. 4 minus 9 ينفع نسبتراكت 9 من الفور. ينفع ناخد 9 من الفور؟ بالتأكيد ما ينفعش. يبقى الفور هتعمل ايه هتبرو من الفايف 1. الفايف becomes 4 والفور becomes 14. 14 minus 9 equals 5. التنس اللي هي فيها ال 4 يبقى 4 minus 2. 4 minus 2 equals 2. 6 minus 3 equals 3 يبقى equals 325 pounds. يبقى هو ده المبلغ المتبقي مع توني بعد ما اشترى الايه مجموعة الألعاب. اشتراهم بكام؟ ب 329 pounds. هنحل نفس البراكتس مرة تانية ولكن by using the place value money made. في البداية هنبدأ نديكمبوز 654 pounds على money made. في ال hundreds place في 6 يبقى هندرو 6 hundreds. 1 2 3 4 5 6. في ال tens place في 5 يبقى هندرو 5 tens. 1 2 3 4 5. في ال ones place في 4 يبقى هندرو 4 ones. 1 2 3 4. بعد كده هنبدأ نسبتراكت 329 pounds من المبلغ اللي موجود على الماني مات. يبقى هنبدأ نسبتراكت 9 من ال ones و 2 من ال tens و 3 من ال hundreds. في ال ones في 4 ينفع نسبتراكت 9 من ال 4؟ Of course not. يبقى ال ones هتعمل ايه؟ هتروح لل tens هتبرو 1 tens.
الون تنس equals what؟ equals 10 ones. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي دلوقتي نقدر نسبتراكت 9 ones. هنعمل كروس اوت ل 9 ones. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد كده هنبدا نسبتراكت 2 tens. يبقى هنعمل كروس اوت ل 2 tens. 1 2. في ال hundreds place في 3. يبقى هنبدا نسبتراكت 3 hundreds. يبقى هنعمل كروس اوت ل 3 hundreds. 1 2 3. عشان نعرف الانسر هنبدا ايه؟ هنبدا نكاونت الريميننج. هاو ماني ريميننج وانز؟ 1 2 3 4 5. يبقى هنرايت 5 في الوانز. هاو ماني ريميننج تنس؟ 1 2 2 تنس. يبقى هنرايت 2 في التنس. هاو ماني ريميننج هندردز؟ 1 2 3. يبقى هنرايت 3 في الهندردز. يبقى equals 325 pounds. Number 6. Sally and Sylvia are two sisters. Sally and Sylvia two sisters, يعني أختين. Their mother gave each one of them 125 pounds. Their mother, يعني مامتهم, give each one of them, أعطت كل واحدة فيهم 125 pounds. Okay. How much money did they have together? عايزين نعرف إجمالي المبلغ اللي موجود معاهم هما الاتنين. Together يعني سويا. يعني المبلغ اللي موجود مع سالي والمبلغ اللي موجود مع سيليفيا. يبقى هنعمل ايه؟ هنصم المبلغ اللي موجود مع سالي بلاس المبلغ اللي موجود مع سيليفيا. يبقى هنستعمل الاديشن. هنقاد التو نمبرز 125 pounds plus 125 pounds عشان مامتهم ادت كل واحدة فيهم نفس المبلغ 125 pounds. الوانس plus the ones. 5 plus 5 equals 10. هنرايت 0 في الوانس وهنكاري اب 1 في التنس. في التنس اصبح عندنا 1 plus 2 plus 2. 1 plus 2 equals 3. 3 plus 2 equals 5. هنرايت 5 في التنس. في الهندردز بليس 1 plus 1. 1 plus 1 equals 2. يبقى equals 250 pounds. يبقى هو ده اجمالي المبلغ اللي موجود معهم هما الاثنين مع سالي وسليفيا. هنبدأ نحل نفس البراكتس مرة تانية ولكن by using the place value money math. في البداية هنبدأ نديكمبوز ال 125 pounds على money math. في ال hundreds place في just one يبقى هندرو 100. في التنس بليز في 2 يبقى هندرو 2 تنس 1 2. في الوانس بليز في 5 يبقى هندرو 5 وانس 1 2 3 4 5. هنبدا نديكمبوز نفس المبلغ مره ثانيه. اوكي 100 وفي التنس في 2 1 2 في الوانس في 5 1 2 3 4 5 لان هو ايه نفس المبلغ 125 باوندز. هنبدا نكاونت الوانس مع الوانس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى فيه 10 وانس. يبقى هنستبدلهم 1 تنس. How many remaining ones? No ones. ده معناه ان احنا هنرايت 0 في الوانس. How many tens? 1 2 3 4 5 5 تنس. يبقى هنرايت 5 في التنس. How many hundreds? 1 2 يبقى هنرايت 2 في الهندردز. يبقى equals 250 pounds. هو ده الإجمالي المبلغ اللي موجود مع الأختين مع سالي مع سيلفيا. Number 7. Naruto bought some books for 82 pounds. Naruto اشترى بعض الكتب اشتراهم بكام؟ ب 82 pounds. If he had 525 pounds. لو هو كان معاه 525 pounds. يعني معناها ان هو كان معاه المبلغ ده قبل ما يشتري الكتب. How much money remain with him؟
عايزين نعرف إجمالي المبلغ اللي هيتبقى مع ناروتو، يبقى في الحالة دي هنستعمل السبتراكشن، هنسبتراكت تمن الكتب اللي هو الـ 82 باوندز، هنسبتراكت المبلغ ده من إيه؟ من إجمالي المبلغ اللي هو كان موجود مع ناروتو قبل ما يشتري البوكس، أوكي؟ يبقى 525 باوندز ماينس 82 باوندز، 5 ماينس 2 إيكوالز 3، 2 ماينس 8، we can't do that، we can't subtract greater number from smaller number، ما ينفعش نسبتراكت الـ 8 من الـ 2، لأن الـ 8 أكبر من الـ إيه؟ أكبر من الـ 2، فالـ 2 هتبرو 1 من الـ 5، الـ 5 becomes 4 والـ 2 becomes 12، 12 minus 8 equals 4، 4 minus nothing equals 4، يبقى equals 443 pounds، هو ده المبلغ المتبقي مع ناروتو بعد ما اشترى الـ إيه؟ بعد ما اشترى البوكس. هنحل البراكتس مرة تانية ولكن by using the place value money mat. في البداية هنبدأ نديكمبوز ال 525 pounds على الماني mat. في ال hundreds please في 5، يبقى هندرو 5 hundreds 1 2 3 4 5. في التنس بليز في 2، يبقى هندرو 2 tens 1 2. في الونس بليز في 5، يبقى هندرو 5 ونس 1 2 3 4 5. هو ده إجمالي المبلغ اللي موجود على الماني مات 525 باوندز. عايزين نسبتراكت من المبلغ ده 82 باوندز اللي هو تمن الكتب اللي اشتريها ناروتو، يبقى هنسبتراكت 2 من الونس و8 من التنس، يبقى هنعمل كروس اوت على 2 ونس 1 2. بعد كده عايزين نعمل كروس اوت على 8 تنس، لكن في التنس في 2 تنس فقط، يبقى التنس هتعمل ايه؟ هتبرو 1 من الـ hundreds، الـ 100 equals what؟ equals 10 tens، أوكي؟ دلوقتي أصبح عندنا في tens كفاية، نقدر نسبتراكت منهم إيه؟ نبدأ نسبتراكت منهم 8، يبقى هنعمل كروس أوت على 8 tens، 1 2 3 4 5 6 7 8. دلوقتي عايزين نعرف الـ إيه؟ الـ answer، how many remaining ones؟ 1 2 3، يبقى هنرايت 3 في الـ ones. How many remaining tens؟ 1 2 3 4، يبقى هنرايت 4 في التنس. How many remaining hundreds؟ 1 2 3 4، يبقى هنرايت 4 في الهندرز، يبقى equals 443 pounds. هو ده المبلغ اللي متبقي مع ناروتو بعد ما اشترى الايه؟ بعد ما اشترى البوكس. Number 8. Buzz bought a book for 65 pounds. Buzz اشترى كتاب، اشترى بكام؟ ب 65 pounds. A doll for 38 pounds. واشترى دول على شكل elephant ب 38 pounds. And a ball for 53 pounds. واشترى كمان بول، اشتراها بكام؟ ب 53 pounds. How much money did he spend in all؟ عايزين نعرف إجمالي المبلغ اللي أنفقه Buzz. يبقى في الحالة دي عشان نعرف إجمالي المبلغ، يبقى هنصم الـ 3 prices، يبقى هنستعمل الـ addition وهنصم الـ 3 إيه؟ 3 prices، تمن البوك وتمن الدول وتمن البول، أوكي؟ 65 pounds plus 38 pounds plus 53 pounds، يبقى 5 plus 8 plus 3 الـ ones plus الـ ones plus الـ ones، 5 plus 8 equals 13، 13 plus 3 equals 16، هنرايت 6 في الونس وهنكاري اب 1 في التنس، يبقى في التنس عندنا 6 plus 3 plus 5 plus 1، 1 plus 5 equals 6 plus 3 equals 9، 9 plus 6 equals 15، هنرايت 15، يبقى equals 156 pounds. هو ده إجمالي المبلغ اللي أنفقه باز عشان يشتري البوك والدول والبول، أوكي؟ هنبدأ نحل نفس البراكتس مرة تانية ولكن by using the place value money mat. 65 pounds plus
38 pounds plus 53 pounds equals what؟ في البداية هنبدأ نديكمبوز 65 pounds على الماني مات. في التنس بليس في 6 يبقى هندرو 6 تنس 1 2 3 4 5 6. في الوانس بليس في 5 يبقى هندرو 5 وانس 1 2 3 4 5 بلس 38 pounds. في التنس بليس في 3 يبقى هندرو 3 تنس 1 2 3. في الوانس بليس في 8 يبقى هندرو 8 وانس 1 2 3 4 5 6 7 8 بلس 53 pounds. في التنس بليس في 5 يبقى هندرو 5 تنس 1 2 3 4 5. في الوانس بليس في 3 يبقى هندرو 3 وانس 1 2 3. هنبدأ نكاونت الوانس مع الوانس، هنلاقي عندنا فيه وانس كتير، هنعمل جروب، الجروب ده فيه 10 وانس، هنستبدلهم ب 1 تنس. بعد كده هنبدأ نكاونت الايه؟ الريميننج وانس، هاو ماني ريميننج وانس؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى هنرايت 6 في الوانس. مرة تانية هنلاقي عندنا هنا فيه تنس كتيرة، يبقى هنعمل جروب فيه 10 تنس، هنستبدلهم ب 100. بعد كده هنبدأ نشوف الايه؟ الريميننج تنس. How many remaining tens? 1 2 3 4 5. هنرايت 5 في التنس، وعندنا هنا في الهندردز في just 1، يبقى هنرايت 1 في الهندردز، يبقى equals 156 pounds. يبقى هو ده إجمالي المبلغ اللي دفعه باز. نمبر 9. In her birthday, في عيد ميلادها, Sarah's father gave her 275 pounds. والد سارة gave her يعني أعطاها 275 pounds. And her mother gave her 225 pounds. Her mother يعني مامتها gave her أعطتها 225 pounds. How much money did Sarah have? عايزين نعرف إجمالي المبلغ اللي أصبح موجود مع سارة. يبقى في الحالة دي هنستعمل الأديشن، هنقاد المبلغ اللي والدها ادهولها اللي هو 275 pounds بلس المبلغ اللي والدتها ادهولها اللي هو 225 pounds. هنصم الوانس مع الوانس والتنس مع التنس والهندرتس مع الهندرتس. 5 plus 5 equals 10. هنرايت 0 في الوانس وهنكاري أب 1 في التنس، يبقى 7 plus 2 plus 1. 1 plus 2 equals 3, 3 plus 7 equals 10. هنرايت 0 في التنس وهنكاري اب 1 في الهندرتس، يبقى 1 plus 2 plus 2. 1 plus 2 equals 3, 3 plus 2 equals 5، يبقى equals 500 pounds. يبقى هو ده اجمالي المبلغ اللي اصبح موجود مع ايه؟ مع ساره. اوكي؟ هنبدأ نحل نفس البراكتس مرة تانية ولكن by using the place value money made. 275 pounds plus 225 pounds equals what؟ في البداية هنديكمبوز ال 275 pounds على money made. في الهندرتس بليس في 2 يبقى هندرو 200s 1 2. في التنس بليس في 7 يبقى هندرو 7 تنس 1 2 3 4 5 6 7. في الوانس بليس في 5 يبقى هندرو 5 وانس 1 2 3 4 5 بلس 225 باونس. في الهندرتس بليس في 2 يبقى هندرو 200s 1 2. في التنس بليس في 2 يبقى هندرو 2 تنس 1 2. في الوانس بليس في 5 يبقى هندرو 5 وانس 1 2 3 4 5. هنلاقي عندنا في الوانس في 10 وانس، هنستبدلهم 1 تنس. بعد كده هنبدأ نشوف how many remaining ones. No remaining ones. There isn't any remaining ones. So we write 0 in once place. هنبدأ نكاونت التنس، هنلاقي عندنا برضو في 10 تنس، هنستبدلهم ب 100. بعد كده نبدأ نشوف الايه؟ remaining tens. Is there any remaining tens? There isn't any
remaining 10. So we write 0 in tens place. بعد كده هنبدأ نكاونت الهندردز. How many hundreds? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hundreds. So we write 5 in hundreds place. يبقى equals 500 pounds. Number 10. Hani has 850 pounds. هو ده المبلغ اللي موجود مع هاني. هو ده المبلغ اللي يملكه هاني. He gave his brother سامح 125 pounds. أعطى أخوه سامح 125 pounds. Okay. How much money will remain with هاني؟ عايزين نعرف المبلغ المتبقي مع هاني. طب المبلغ اللي مع هاني زاد ولا قل؟ بالتأكيد المبلغ اللي مع هاني قل، لأنه أعطى أخوه كام؟ 125 pounds. يبقى في الحالة دي هنستعمل السبتراكشن. هنسبتراكت المبلغ اللي أعطاه هاني لسامح اللي هو 125 pounds من المبلغ اللي موجود إيه؟ مع هاني. أوكي، يبقى 850 pounds minus 125 pounds. هنسبتراكت الونس من الونس والتنس من التنس والهندردز من الهندردز. 0 minus 5. ينفع أسبتراكت 5 من الزيرو؟ Of course not. We can't do that. We can't subtract large number from smaller number. Okay. يبقى الزيرو هيعمل ايه؟ هيبرو 1 من ال 5. يبقى ال 5 becomes 4 والزيرو becomes 10. 10 minus 5 equals 5. 4 minus 2 equals 2. 8 minus 1 equals 7. يبقى equals 725 pounds. يبقى هو ده المبلغ اللي متبقي مع هاني. هاني في البداية كان معاه 850 pounds. أعطى أخوه 125 pounds. يبقى المبلغ اللي تبقى معاه هو 725 pounds. هنبدأ نحل نفس البراكتس مرة تانية، ولكن by using the place value money man. 850 pounds minus 125 pounds equals what؟ في البداية هنبدأ نديكمبوز ال 850 pounds على الماني مات. في ال hundreds please في 8، يبقى هندرو 8 hundreds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. في التنس please في 5، يبقى هندرو 5 tens. 1, 2, 3, 4, 5. في الونس please في 0، يبقى هنسيب الونس ايه؟ هنسيب الونس فاضي. minus 125 pounds. يبقى في الحالة دي هنسبتراكت 5 من الونس و2 من التنس و1 من الهندردز. الونس هنا نو ونس، عاوزين نسبتراكت 5 من ونس. ينفع نسبتراكت 5 من نوثينج؟ اوف كورس نوت. يبقى الونس هتعمل ايه؟ هتبرو 1 من التنس. ال1 تنس equals what؟ equals 10 ونس. يبقى دلوقتي اصبح عندنا فيه 10 ونس. دلوقتي نقدر نسبتراكت 5 ونس. هنعمل كروس اوت ل 5 ونس. 1 2 3 4 5. بعد كده هنعمل كروس اوت ل 2 تنس. 1 2. في الهندردز بليس في 1، يبقى هنعمل كروس اوت ل 100. دلوقتي عاوزين نعرف الانسر، يبقى هنسال نفسنا سؤال: How many remaining ones? Count with me. 1 2 3 4 5. 5 ones. يبقى هنرايت 5 في الونس. How many remaining tens? 1 2. يبقى هنرايت 2 في التنس. How many remaining hundreds? 1 2 3 4 5 6 7. يبقى هنرايت 7 في الهندردز. يبقى equals 725 pounds. The last one, number 11. سندريلا has 820 pounds. هو ده المبلغ اللي موجود مع سندريلا. هو ده المبلغ اللي تملكه سندريلا. She wants to buy dress and shoes cost 790 pounds. هي تريد شراء فستان وحذاء تكلفتهم كام؟ 790 pounds. How much money will remain with her? عايزين نعرف المبلغ اللي هيتبقى معاها لو هي اشترت الايه؟ الفستان والحذاء. هي كان في البداية معاها 820 pounds، عايزة تشتري فستان وحذاء بكام؟ ب 790 pounds. يبقى المبلغ اللي معاها
هيزيد ولا يقل؟ بالتأكيد هيقل، لأن هتشتري، عايزة تشتري، يبقى هتنفق، يبقى المبلغ اللي معاها هيقل. يبقى في الحالة دي هنستعمل السبتراكشن، هنسبتراكت تمن الحاجة اللي هي عايزة تشتريها اللي هو 790 pounds من إجمالي المبلغ اللي هو موجود معاها، يبقى 820 pounds minus 790 pounds. 0 minus 0 equals 0. 2 minus 9. ينفع نسبتراكت ال 9 من ال 2؟ ينفع ناخد 9 من ال 2؟ Of course not. فال 2 في الحالة دي هتعمل إيه؟ هتبرو 1 من ال 8. ال 8 becomes 7 وال 2 becomes 12. 12 minus 9 equals 3. 7 minus 7 equals 0. ال 0 هنا في الليفت هاند سايد. Not effect، يبقى نقدر إيه؟ نقدر نكنسله. يبقى equals 30 pounds. يبقى هو ده المبلغ اللي هيتبقى مع سندريلا. هنحل نفس البراكتس مرة تانية، ولكن by using the place value money made. 820 pounds minus 790 pounds equals what؟ يبقى في البداية هنديكمبوز ال 820 pounds على money made. في الهندردز بليس في 8، يبقى هندرو 8 هندردز. 1 2 3 4 5 6 7 8. في التنس بليس في 2، يبقى هندرو 2 تنس. 1 2. في الوانس بليس في 0، يبقى هنسيب الوانس فاضي. عايزين نسبتراكت من المبلغ اللي موجود على الماني مات 790 باوندز، يبقى المفروض نسبتراكت 0 من الوانس. معنى ان انت عاوز تسبتراكت 0 معناه ان انت مش ايه؟ مش هتاخد حاجه من الوانس. وعن سبتراكت 9 من التنس و7 من الهندردز. 0 من الوانس يبقى معناه ان انت هتسيب الوانس ايه؟ تسيب الوانس فاضي اللي هو اصلا ما فيهوش حاجه. اوكي، بعد كده هنسبتراكت 9 من التنس. التنس فيه 2، ينفع نسبتراكت 9 من ال 2؟ ما ينفعش، يبقى التنس هتبرو 1 من الهندردز. يبقى في الهندردز هنديكومبوز ال 100، ال 1 hundreds equals 10 tens. اوكي، يبقى دلوقتي عندنا اصبح عندنا في tens كفايه نقدر نسبتراكت منهم الايه؟ نقدر نسبتراكت منهم ال 9. يبقى هنعمل كروس اوت على 9 tens. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اخر حاجه هنسبتراكت 7 من ال hundreds، يبقى هنعمل كروس اوت على 7 hundreds. 1 2 3 4 5 6 7. دلوقتي عاوزين نعرف الانسر، يبقى نشوف الايه؟ How many remaining ones? No ones. There isn't any ones. So we write 0 in ones place. How many remaining tens? 1, 2, 3. 3 tens. يبقى هنwrite 3 في التنس. How many remaining hundreds? No remaining hundreds. There isn't any hundreds. مفيش hundreds. يبقى المفروض نكتب ايه؟ نكتب 0 في الhundreds. ولكن الزيرو هنا not effect، فمش هنكتب الايه؟ الزيرو. At the end of this lessons, I hope every students have a nice time with learning maths. My advice to you, keep watching and keep learning. Our channel in YouTube is the straight line in maths. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.